السلام عليكم متتبعي زوار موقع الريفينو. نتواجد نهار اكيوم ذي تندين تنبنين صار ونترحب مرة الزيوم. زوار موقع الريفينو نتواجد اليوم حاليا مباشرة لتندين البرينصار. زوار موقع الريفينو نتواجد اليوم مباشرة زي حي غاليطا دي بنين صار. زوار موقع الريفينو طاحب الزيون زيت ندنت بن يسار وبالضبط بحي غاليطا. مشتورة من الإخوان قنقضي تندير بنصار، مشتورة من العناصر الأمنية بنصار، القياد البشوية بنصار، الشرطة الإدارية، الجنيج الحملة واسعة نهارا على حسب توقيت 26، مشتورة على حسب الخروج. عناصر القوات المساعدة، القياد البشوية بنصار، العناصر الأمنية بنصار. مشتورة فانا كيسنوا الشرطة الإدارية. على حساب تيحونا النية يعز من زي 6 ساونت مشتوارة مكينة كنيو ذي المباشر الموقعنا الريفينو. مرحبا الزيون مرة تبدع المكينة بارتاجة مع الإخوة الله يخليكم باش تعوض مرة غيوضون باش تسلم بلا الإجراءات غستوع الشيء قوما مش توقع.
موقع عارفين وما شفتوها لما كنغدي الحمله مباشره كيوم زي بن نصار ما شفتوها لما الاخوان الحمله قد مازال مستمره. متابعي زوار موقع عارفين وما شفتوها لما الاخوان قناه مباشره كيوم زيت مدينه البرنصار. مشتورم العناصر الامنيه القوات المساعده قياد مدينه بن نصار رفقه عناصر الشرطه الاداريه ببن نصار مشتورم الاخوان الحمله ما زالت مستمره وقد وفدك يوم مباشره مشتورم الاخوان قيمه ماكينه Thank you.
باش توري ما كيقولك الماكينه مباشره. Thank you.
القناة مباشرة كيوم زيت مدينة المدينة رفقة العناصر الأمنية والقوات المساعدة وقيادة بنينسا والشرطة الإدارية بمدينة بنينسا الإخوان مشتوى رمق الحملة مستمرة. زوار ما ريفينو مشتوى رمى الاخوان قنع مازال كيوم ديال المباشر زيت مدينه البنصار الحمله مازالت مستمره اي ثما يسمع اقوى مشتوى رمى قنع زيت مدينه البنصار you
متابعي زوار موقع الريفين ومجد ورم أقنغة كيوم مباشرة زيت مدينة بنصار أكل الحملة يقل العناصر الأمنية في بنصار عناصر القوات المساعدة رفقة عناصر الشرطة الإدارية. متابعي زوار موقع الريفينو باش تورم الاخوان القناه كيوم لتمديد البرنصار باش تورم العناصر الامنيه والقوات المساعده بقياد البرنصار الشرطه الاداريه ببرنصار باش تورم الحمله مازالت مستمره الاخوان فقط لاحترام الاخوان. Thank you.
طالب وعرف بني ساري خوا وهو ما ينومش توارد أقش الحملة أقش مش توارد بني سار أقوم بني سار طريق السكة الحديدية بني ساري خوا مار أقش أقش مش توارد هو ما ينوم بني سار أقش هو ما ينوم بني ساري خوا مباشرة زيت ندير البنيصار رفقة العناصر القوات المساعدة والأمن الوطني للقيادة البنيصار والشرطة الإدارية ببنيصار زوار موقع عارفين ومش توارم الإخوان أقنق ذي تندين تنبني نصار بالضبط دي دوار وهدانا دوار وهدانا مش توارم الحملة مازال مستمرة على المباشرة الإخوان
وانا كنغيكيو مباشره من شتوران برينسار اللي ساعتها مباشره هي تما السماء اقوم شتوران. زوار موقع عارفينو باش تورا مع الاخوان قرضي بن انصار ابريد باريتشينو اقوم الاخوان في الماكينه مباشره باش تورا. Thank you.
موقع عارفينو باش توالا بقى دائما كي مباشره سيت ندير ببرينسار واك بالضبط حي باريتشينو باش توالا ما قنغ دي باريتشينو اقوم الاخوان باش توالا على الحبله you
السلام عليكم خويا خايدي طوموبيل قيمة دي قادر كازي سنجا ومينو شان مرة تجاوبا شان مرة تقات واردة ومينو قوس الميدة كوينات شنو رزو هذا من القلد قام مباشرة فهمت شان مرة تجاوبا شان مرة تقات واردة ومينو قم من عفوز دي طوموبيل غدا آخر خوتي من عفوز زيز تليفون فهمت دا يومينو ما مشني وجوا السيوي رغشا متابعي زوار موقع عارفين وقنا غاكيوم دائما في المباشر ديال مدينه دبلن صار وبالضبط باريس جينو رفقه العناصر الامنيه والعناصر القوات المساعده وقياد بشويه دبلن صار وعناصر الشرطه الاداريه بدبلن صار متابعي زوار موقع عارفينو ما مشتو انا مع الاخوان المجهودات يتقن العناصر الشرطه عناصر الشرطه بابن نصار ضد العناصر القوات المساعده الشرطه الاداريه المجهودات يتقن دانيتا ضد ابن نصار باش تدي ليهم دكا كرشه ديالو بسلام مباشرة رفقة العناصر الأمنية والقوات المساعدة القياد البرينزار الشرطة الإدارية أقام الآن بمعبر باريتشينو أقام الإخوة قنغ الاخوان دي غاسكين حي زرواله مشتوره من بنين صار